Frage zu mir. Was sagst du falsch? Entschuldigung. Ja, لا حاجة بسيطة. هنا؟ تمام. المايك؟ ما قلتش حاجة خالص. لا احنا مش محتاجة مايك عادي معاك. هما بس ايه ال زي الدكتورة جيهان. نعم. مش دكتورة جيهان برضو؟ ازيك عاملة ايه؟ الله يخليكي. انسيتي ولا ايه؟ انتي مش قعدتي معانا نسجل ماستر؟ زمان بقى. مع الدكتور صلاح؟ ازيك؟ مش اسكندرية صح؟ رحت اي بعد. اهلا بيكي. ده انت لا مش دكتوراه صراحه. انت كنت خلصتي دكتوراه؟ لا انا كنت ايامها كانت دكتوراه والله. خلصتي؟ لا بس. طب يلا جود لك. ماشي. فاحنا اول مش فاكره طبعا انا معلش السن بقى ده انا اتخنت كمان بتقلي. طيب يبقى احنا بنايفالويت المايكاردال بيرفورمانس. الاجكشن فراكشن هو سيستوليك فانكشن، دي بتطلع اوتوماتيك خالص ما فيهاش اي مشكله. مع الجيتنج هتلاقي فيه قرايات يقول لك اجكشن فراكشن كام. تمام. دي الجيتد سبيكت ستادي. ده جيتد سبيكت ستادي يعني معناها ايه؟ جيتد ان انت بوصل العيان بالاي سي جي وهو بياخد الكاتس بتاعته بناء على الاي سي جي. يعني ديورنج سيستول هو حاسبها سيستول، ديورنج دايستول هو حاسبها دايستول. فبياخد 2 دي ايمجينج ديورنج سيستول و 2 دي ايمجينج ديورنج دايستول وبيحسب الفرق اجكشن فراكشن فيرسس سيستول. طيب المايكاردال بيرفورمانس اجكشن فراكشن بس، سيستوليك فانكشن بس، ودايستوليك فانكشن. طيب هل الايمجينج له كمبيوتر ايمجينج له رول في الدايستوليك فانكشن؟ اكيد ليه. اكيد ليه. اكيد ليه. هو له رول برضه بيدينا اوتوماتيك اكوردنج تو ديفرنت بروجرام. في ديفرنت بروجرام لل طب ما تيجي جنبنا هنا. ديفرنت بروجرام بيبقى معاه على المكنه نفسها بتبدا تحسب لنا الفيلنج ريت، فيلنج ريت والبيك فيلنج ريت، وبتدينا كيرفز. واكوردنج للكيرفز دي احنا ممكن بالتايمنج نقدر نايفالويت الدايستوليك فانكشن. تمام كده. رغم ان هو حاجه شويه ثيوريتيكالي وحاجه لها علاقه بالريسيرش وورك وماهيش يعني مشهوره قوي از تول فور دايجنوز اوف دايستوليك. تعالى يا دكتوره هنا اقعد هنا. لكن احنا از نيوكلير ايمجينج لينا رول في الدايستوليك فانكشن والسيستوليك فانكشن. تمام كده. والسيستوليك فانكشن المفروض تبقى مكتوبه لو مديك فور ريبورت مكتوبه في الايمج نفسه في الصوره اللي تبعت لك هتلاقي مكتوب فيها الاجكشن فراكشن مكتوب فيها كل حاجه. تمام كده. نبدا بقى في الانديكيشن اللي هو دكتور صلاح خبره. الحمد لله خلاص. الانديكيشن اللي هو الشهير اللي هو دايجنوزز اوف مايكارديال اسكيم. طيب احنا في ديفرنت كيسز او سيناريوز ان احنا نبعت العيان. احنا بنبعت العيان brand new عيان عنده chest pain for evaluation. الريسك بتاعه شوية اعلى من ان احنا نعمل له stress test. فبيبقى احنا for diagnosis of newly او newly diagnosis of ischemia. مش ده اول سيناريو. تاني سيناريو ان عيان اتعمل له قسطرة ولقينا فيه كذا ليجن واحنا مش عارفين هل ده بوردر لاين ليجن 50-60%. طب هو ده اللي عامل تشيست بين؟ مين اللي عامل تشيست بين ده؟ نفتحه ولا ما نفتحوش؟ دي تاني تالت سيناريو ان العيان اتعمل له اوريدي بي سي اي وجاي دلوقتي بيشتكي تشيست بين وانا مش عارف التشيست بين ده ما فيهوش اي سي جي تشينجز وانا عايز اعرف الاي سي جي ده التشيست بين ده سيجنيفيكانت ولا مش سيجنيفيكانت ومن انهي تريتوري وانا عايز اعمل له قسطره ولا ما اعملش قسطره. تالت حاجه ان انا عايز العيان على فول انتي اسكيميك تريتمنت وانا عايز ايفالويت التريتمنت ده هل العيان ستيبل ولا محتاج ان احنا انا درسته. مش هما دول السيناريوز اللي احنا بنحول العيان فور ايفالويشن اوف اسكيميا. يبقى في عيان اون تريتمنت مش هوقفه اللي هو اخر سيناريو. العينين التانيين لو انا على تريتمنت بالذات البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر بيبقى كل واحد له انديكيشن لان انا بجري العيان قبليها وبحقن. تمام كده. في فرق في الكلام ده كله سهل ما فيهوش مشاكل. طيب احنا بنستخدم ويتش بنستخدم ايه؟ ايه الماده اللي احنا بنستخدمها؟ بنحقن العيان تكنيشن. هل في حاجه ثانيه؟ في مواد ثانيه؟ في سليم والتكنيشن. البيزك او الحاجه الاساسيه او الناس كانت بتستخدمها الاول اللي هو السليم القديم السليم. بعد كده استخدام السليم تراجع وبدانا نستخدم اكتر التكنيشن. ليه؟ حسب الاسكيم الايه؟
شوت لايف يعني ما بيفوتش فتره طويله الراديشن بتاعه اقصر الفولت اللي بيطلعه او الايمج احسن والهاف لايف اقصر يعني 48 ساعه الهاف لايف بتاعه 6 ساعات فخلال 48 ساعه بيبقى العيان خلاص ما عادش في راديشن ليه على اللي حواليه الايمج بتاعته احسن والحاجه المهمه كمان الكوست بتاعه يعني السعر ده غير السعر ايه البروتوكول اللي احنا بنستخدمه بس انا بقول لك انا يعني بشتغل هو الرول بتاعه تراجع احنا كعين شمس وقفنا استخدام الساليا من حوالي 20 سنه مثلا لا من حوالي 2000 من سنه 2000 تقريبا 15 سنه تمام كده طيب ايه البروتوكولز اللي احنا يعني دلوقتي فور دايجنوستيك اسكيميا لازم هنجري العيان هنعمل ستريس للعيان هيبقى في ريست وفي ستريس غالبا احنا بنبدا بالستريس لوجيك لقينا الاسترس نورما هنعمل ايه مش محتاج الاستوديو التاني الدوز والبوست يعني مش يعني انا ده هبدا بالاسترس لقيت العيان نورمال يبقى انا قللت التايمينج وهطلع ريبورت وسلام عليكم في 1 داي بروتوكول في 2 داي بروتوكول على حسب ما احنا شغالين وعلى حسب ترتيبه وعلى حسب المادة المتاحة وعلى حسب العيان ممكن نعمل 2 day 1 day protocol أو نعمل 2 days protocol إحنا عندنا نشتغل 2 days protocol تمام كده 24 ساعة بالظبط كده بقولك في 1 day protocol ممكن يبقى بعديها 3-4 أيام ممكن تاني يوم 2 days مش 2 days مش 4 أيام تمام خلاص كده يبقى إحنا أول ما هنلاقي image هي متوقعين إن إحنا هنلاقي 2 column column during rest column during stress هي مش يعني ما هيش اختبار انت بيجي لك الحاجه بيقول لك والله ده ريست ستادي ده ستريس ستادي لما اقول ستريس ستادي معناها ان انا عندي ريست ستادي ومعاها ستريس ستادي لما اقول لك ريست ستادي بس يبقى انا اوتوماتيك بكلمك على ايه على فايبريت ما بتكلمش خالص على لا اسكيميا ولا اجكشن فراكشن ولا اي حاجه اكتر من ان انا بتكلم على فايبريت طيب عشان نقدر نعرف الابنورمال لازم نعرف ايه النورمال صح كده ايه اللي احنا شايفينه اللي انا شايفه اللي انتوا منيه بهالكو ده كذا ستاديز كلها نورمال بديفرنت كالر كود كالر كود ده اي بروجرام ممكن تغير الكالر كود انت طبعا البيزك اللي هو الابيض والاسود بعد كده تقدر تحط الكالر كود اللي يريحك وتبدا تشتغل عليه فانت يجيلك اي لون هو كله زي بعض مش هيفرق حاجه طيب انا هعرف منين الدنيا ده صوره بس عشان فاهمين ده من عندنا ده عندنا من الشمس شايفين الخط في الجنب اللي هو الابيض والاصفر والاحمر ده الكالر كود اكوردنج تو الابتيك 100% اللي هو فوق و 0% اللي هو تحت لما يبقى النقطه عندك كالر مدي على الابيض يبقى احنا بنتكلم على 100% ابتيك لما يبقى اسود يبقى ده عندنا ايه 0% ابتيك يعني عندنا ديفيوجن ديفكت يبقى ده الكالر كود كمان من تحت انا مش عارفه هتشوفوها ولا لا بيبقى مكتوب الريست ستادي فين والستريس ستادي فين بس الستاندرد المتعارف عليه ان الستريس فوق والريست تحت بس هو كده كده لازم ما يبقى كاتب لك تحت ان الريست هنا والستريس يبقى انت عندك الكالر كود وعندك الكالمز او الروز بتعرف بعد كده سيجمنتيشن برضو السيجمنتيشن هتلاقيها مكتوبه بس انت تبقى عارفها بس ان حصل اي حاجه هتلاقي السيجمنتيشن مكتوبه يعني شايف الشورت كاتس كود في انتيريور انفيريور لاترال سيكتور هنفضل لونج اكسس ايبكس سيكتور لاترال فيرتيكال لونج اكسس انتيريور ايبكس انفيريور يعني كل حاجه بتبقى قدامك مالكش حجه ان انت يبقى في اي كونفيوجن كل الداتا مكتوبه على الورقه مكتوب بس ان انت تبص بالراحه تمام كده نرجع للصوره الاولانيه على الكلام كله يبقى هنا لما هتشوفوا الشورت اكسس اللي هو اول رو فوق هنا انا كاتبه بيبقى مكتوب اللي هو شورت اكسس مش فاهم انتوا شايفين ولا شايفين كويس باينه باين الكلام انا مش شايفه ما اعرفش هنا فروم ايبكس يعني ده الايبكس تو ذا بيس يعني لما اقول هنا دي انتيرير هنا مثلا انتيرير سيجمنتال مثلا في ديفكت هنا هقول ايبيكال لما يبقى في الحته دي لما يبقى في الحته دي يبقى ايه بيزل انتير هنا فروم سيبتم تو لاترال وول زي ما قلت لك هنا انتيرير وهنا انفيرير وهنا ايه ايبكس هنا سيبتم وهنا لاترال وول وهنا ايه
الاي اكس تمام كده. وده نفس الكلام هنا, ده كلر كود تاني وده كلر كود تاني, كلهم الكلر كود في الجنب وكل ده نوع هوموجينس ابتيك, مفيش اي نوع من انواع الديفكت معاه. اوكي الصوره الاخيره دي اه نجيبها لوحدها؟ لا ما ينفعش كده, لازم اخش اديتنج. اوكي ده انذر ستادي, دي نورمال ستادي عشان عينيكوا تاخد عقل. طب يا دكتور في حته بحسان هي برضو مش شايني زي الباقي كده, هل ده نورمال؟ فين دي؟ انا يعني مثلا هات لي هنا فين دي؟ دي تتكلم بروح في المنطقه. لا لا اولا ده الاستريس, ده الريست ستادي, الريست ستادي, الريست ستادي طبعا. فانت لو عندك المفروض يبقى العكس, اه ده مجرد ممكن العين يكون مصور متاخر شويه, حصل شويه شدد. اه الحاجه بقى المتوقعه ان احنا نشوفها في الديفكتس الموجوده اللي هي بنعتبرها نورمال حاجتين, بريست اتنيويشن وديافراجماتيك اتنيويشن. بريست اتنيويشن للستات هتبص تلاقي الانتيرو سيجمنت شويه كان فيه ديفكت فيها, بس المتوقع انها تبقى في الريست والستريس تمام, وهتبقى اكتر في الريست لان البلاد فلو بتاع الاستريس بيعلى, فالابتيك بتاع التكنيشن بيزيد فبيدينا صوره احسن ديورينج ستريس. فممكن تلاقي البريست اتينويشن موجود في الاثنين او اقل منه فين في الاستريس. الحاجه الثانيه الدايفراجماتيك اتينويشن ممكن دي تلاقيها في الانفيرور وول, ودي بتبقى شويه مشكله لانها بتبقى واضحه يعني ممكن نقول انها فعلا شبه ان احنا عندنا بالفيوجن ديفاكت, وده يدي الامبريشن او يدينا الاهميه ان احنا ناخد العين على بعض. يعني ما تجيلكش صوره كده ونبدا نتكلم فيها, لا انا لازم ابص على الاي سي جي, اخد هيستوري بتاع العيان, ابص على الستريس بتاعه. يعني ما ينفعش يبقى العين جري 9 دقائق وما فيش اي اي سي جي تشينجز والاقي بقى بالفيوجن ديفاكت موجود في الانفيرو اللي هو بتاع الدايفراجماتيك اتينويشن, اقول ده لا ده فيوجن ديفكت وسايزبل ومش عارفه ايه, وعيش انا في الايه عماله اوصف حاجات وهميه نظرا لمجرد ان انا ما بصيتش على الايه على الستريس. في مقابل عيان جالي 3 4 دقايق وفي اي سي جي سيجمنت ديبريشن, لا ما اجيبش بقى على فيوجن ديفكت زي ده واقول لا اصل هو احتمال يبقى ده في الماتيك مش تمام كده. ده البولر ماب. يعني ايه بولر ماب؟ شفتوها قبل كده دي؟ خدناه. طب قول لي بقى يعني الكودينج بتاع السيجمنتس بتاعت الميكاردين كلها من الايبكس لحد البيس, والصفر مثلا اللي هو نورمال واحد هايبوكينيزيا اتنين. احنا هنا بقى برفيوجن ديفكت, فاحنا بناخد الشورت اكسس وبناخد هنا ده الايبكس, ده ميد, ده بيزل, ده ايبيكال يعني ده الايبكس, ايبيكال انتيرور, ميد انتيرور, بيزل انتيرور. الشورت اكسس كلها كده بتتقسم كده, ده anterior, anteroceptal, infroceptal, inferior, infralateral, anterolateral, وهكذا from A base to apex. وزي ما الدكتور قال بنديله score from 0 to A to 4 according لل perfusion defect. لو perfusion defect no uptake هيبقى 4, normal 0, وبعد كده بنحسب ال stress, some stress score, some rest score, وبعدين بنعمل حاجه اسمها some difference score. يعني ايه؟ فاهمين؟ يعني during rest during stress العين ده جه during rest خد مثلا 10, during stress جه خد 20, يبقى difference كام؟ يبقى في significance تمام كده. اللي انا شايفه اللي فوق ده السكور ده اللي هو من 4 ل 6 ده low probability, intermediate ischemia و 13 او اعلى higher risk او higher risk. انترميديا من 8 ل 12 دي بتتحسب. لو انتوا خدتوا بالكم في صوره فوق هنا ده التريتوري, يعني انت لما تحط دي على دي ده ال اي تي تريتوري, ده الرايت كرونال تريتوري, ده الايه السيرك تريتوري تمام. يبقى لما بوصف انتيريور او انتروسيبتال يبقى انا بتكلم على ويتش تريتوري؟ ال اي تي. لما اتكلم على انفيرير بتكلم على رايت كرونري, لما اتكلم على لترال بتكلم على ايه؟ على سيرك كومبلكس. يبقى انا بحول ال يعني المشكله الفكره انا بحول الفيجوال ايمج لديجيتال ايمج, يعني بحول الفيجوال ان انا عندي رقم, عندي صوره او بيرفيوجن ديفكت اللي هو عباره عن الوان بحولها لايه؟ لارقام. الديجيتال ده مهم في ايه بقى؟
لا مهم كمان في الريسيرش، انا لما هاجي اعمل ريسيرش مش هكتب للعيان انترميديت مايلد اسكيميا سيفير اسكيميا، لا انا عايز اقارن. فلما اجي اقارن المقارنه بتبقى ايه؟ ديجيتال ارقام. فانا بحول الصوره من ايمج عباره عن الوان لايه؟ لنمبر اند ديجيتس. تمام كده؟ اكيد ارقام مهمه، والاهم اللي انا بقوله يعني الكلام اللي بيتقال، احنا بيبقى التقرير مفصل يعني هقول لك ده مودريت اسكيميا سيفير اسكيميا فايبيليتي جود فور فايبيليتي، انا بحول كمان الرقم لوصف كامل والريسك بيبقى موجود يعني كمان. طيب احنا دلوقتي هنبدا، احنا شفنا النورمال، نبدا نقول اب نورمال يعني في بيرفيوجن ديفكت، يعني في حته مش واخده ابتيك 100%. تمام كده؟ ايه التايب اوف بيرفيوجن ديفكت؟ يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تقرا التقرير هتلاقي مكتوب الكلام ده اللي هو ريفرسبل بيرفيوجن ديفكت، فيكسد بيرفيوجن ديفكت، بارشلي ريفرسبل بيرفيوجن ديفكت. يعني ايه؟ معناها ايه؟ فيكسد يعني سكار. ريفرسبل؟ اه يعني موجود في الستريس؟ مش موجود في الستريس. طب بارشلي ريفرسبل؟ حصل ريفرسبل في الريسك بس مش كله، مش فقط. يعني انا عندي بيرفيوجن ديفكت في الريسك؟ يعني عندي بيرفيوجن ديفكت في الريسك لما العيان جري قل كمان الابتيك، يعني الاسكيميا زاد، يعني عندي اولد مايكاردال انفاركشن وبيري مايكاردال انفاركشن اسكيميا. يعني العيان جاله زي مثلا ال اي دي اتقفل وحصل مايكاردال انفاركشن، اتفتحت لاي سبب بقى، احنا حطينا ستنت او العيان يعني او يعني ناتشرالي حصل له ريفاسكولاريزيشن، العيان جري حواليه ايه؟ اسكيميا نتيجه الليجن او في كولاترال، العيان ده ال اي دي لودد وكولاترال، يعني يعني بنحول ده لاناتومي ليتر اون، بس معناها ان احنا عندنا اريا اوف انفاركشن وحواليها اريا اوف ايه؟ اسكيميا. ده اسمها ايه؟ مش عارفه. ده الكلام اللي انا كنت عماله اقوله. طيب احنا خلاص قلنا كده الكلام، فهمنا كده، نبص على الصوره دي بقى، ده كل واحد يبدا بقى. احنا قلنا فوق اللي هو الستريس مشكله، فوق الستريس، وانا حاطه السهم ومشخصاها يعني اخر جميل. انا مش انا كاتبه العنوان مشخصاها وحاطه سهم على ال عشان دي انتي ريسبتور. طيب لو احنا هنبدا نوصف دي ازاي بقى، كل واحد كده يتبرع. دكتوره غلبانة الورق، قلت لي اسمك ايه يا دكتوره؟ سلمى. ماشي يا سوسو، يلا انت شايفه ايه؟ عادي احلامي يعني مفيش مشاكل. الستريس اللي فوق ما قلت لك هو بيبقى مكتوب تحت، بس الستاندرد يعني انترناشونالي ان اللي فوق الستريس. انت لو بصيتي على سيبك من اللونج والشورت، شوفي بس الشورت اكسس. الايه؟ الحته اللي فيها دي، انهي حته دي بقى؟ بصي مش عارفه هي باينه ولا لا، هي مكتوبه بس انا مش عارفه، الصوره سيئه شويه، شايفه الصوره الثانيه مكتوب فيها سيجمنتيشن. طيب ربنا يوفقك. ممكن طيب بصي الحته اللي ده مش فيه دوريه كده، شايفه دي كده؟ لا هو ماشي. شايفه الدايره دي اللي فوق دي انتير، ودي سبتم، ودي لاترال، ودي انفير. فالحته اللي فوق دي انتير، اوكي انت وبعدين ده ايبكس وده بيزل، والحته اللي طايره دي ده انتيرير وده انفير وده ايبكس، ودي ايبكس برضو. تمام؟ فانت شايفه بقى ديفكت فين؟ في الانتير، واخده الانتيرير وول من الايبكس تو ميد. تمام كده؟ والايبكس طاير. تمام كده؟ يبقى انا عندي ايبيكال بيرفيوجن ديفكت. لا فيها ديفكت وديفكت سايزبل. مش لازم. ما هو انت خلي بالك مش لازم نبقى في السواد يعني، بس انت نازله خالص. يعني انت قارني الريست بالستريس، شوفي هنا احمر وهنا ايه؟ ازرق. تقريبا اولموست مثلا اقل من 10%. وعندك انتيرير فروم ايبكس تو بنت. خلاص؟
خلاص من ايبكس تايب. يعني احنا بنتكلم على ميد الايدي ليجن وفيري سايزبل بروفيوجن ديفكت. وهو اللي انتوا شايفينه تحت ده التو دو ايمج بتاعه السكار. يعني هو برضه بيعمل ريكونستراكشن وبيوديه يوري لك شايف الانتيرير وول بالمنظر ده كده. وادي الايبكس تاير ده السكار اللي هو الكمبيوتر عامل لها اناليس وصف ليها. اوكي يبقى لما نيجي بقى نقول بقى الكلام كده ورا بعض انا هكتب تقرير هقول ايه بقى هنا. Reversible perfusion defect. Reversible perfusion defect denoting ischemia. In all the segments. Anterior, mid and apical anterior segments and apex denoting moderate ischemia in LED territory. تمام كده؟ في حاجة تانية أنا مفروض أكومنت عليها؟ على حسب السيجمنتيشن والبرفيوجن ديفكت. يعني انت واخد نص التريتوري بتاع الاسكيميا والبرفيوجن ديفكت شكله عامل ازاي؟ بالظبط كده. الحاجة التانية اللي انا هعمل عليها كومنت اللي هو ال في سايز. يعني ايه؟ يعني انا دورينج ريست ببص على النقطة اللي في النص دي اللي هي الدايرة فين؟ النقطة دي شايفها هنا؟ ده الليفت ال في سايز. هنا النقطة دي زي دي ريلاتيفلي هنا في حصل دايليتيشن لازم اكومنت عليها. دي مفروض انها denoting multi vessel affection. في استعداد كتيرة قالت ينفع ما ينفعش بس دي بتزود السيفيرتي. لو انا قلت على دي مودريت مع ال في هقول دي كمان سيفير. يعني بيزود لنا الريسك وبيزود لنا السيفيرتي بتاعت الاسكيم. واللانج ابتيك والار في لا بيبان في التودي. التودي بتاع العيان بتشوف تمام كده علشان مش موجوده في الريست. يعني الريست نورمال خالص وده اللي احنا في الاول قلنا طيب هو الفيوجن ديفكت. الريست نورمال وحصل لنا ديفكت موجود فين في الستريس. الابكس كده باينه في الريست ستادي باينه انها شويه مش زي البيزل سيجمنتس. يعني مش عارف لا ده هو نورمال ده نورمال الريست ده نورمال ده نورمال. شايف الحته اللي تحت دي ده ايه ده؟ ده الابتيك بتاع الاستمك والجت والليفر. يعني الاستمك والجت والليفر بياخد ابتيك يروح عمل لنا اوفر لابينج على الانفيرو وول فيديك المنظر حكي الايبكس نورمال كده البرفيوجن بتاع ده البرفيوجن في الريست ما فيهاش حاجه لكن في الستريس بتاع ده بيروح فين؟ في الستريس طبعا واضح الايبكس تايب اللون مش موجود لا ده لا مش هي العين تاكل نفس الكلام سيجمنت واحده اللي انت عندك الشورت اكسس فوق. طيب نبص على العيان ده بقى الناحيه الثانيه ايه رايكم؟ اللي فوق ده ستريس وده ريست ده ستريس وده ريست ده ستريس وده ريست. اوكي في ده في الاثنين بقى نفس الكلام عندنا الانتيرير وول ده برضو في perfusion defect involving the anterior wall from apex to mid. تمام كده بس يمكن السايز هنا اقل من السايز هنا شوية. ممكن نقدر نقول على لا مش بارشال تسلسل الصور مش بيبقى ثابت الايه؟ تسلسل الصور مش بيبقى ثابت لا ده على اساس على حسب السنتر حسب السنتر كل واحد بيظبطها بطريقه. انا حره اعملها زي ما انت عايز. ليتر اون بقى هجيب لك الاستاديز بتاعتنا هتلاقيها ثابته لكن الابكس في الشمال لا لا مش تسلسل ثابت لكن المقارنات الروز شكل الصوره كل ده انت اللي بتتحكم فيه. ماشي ايه رايكم هنا بقى برضه انا كاتبه كل حاجه بين الفيجن ديفكت بين الريفرسبل سكيما في الفيرو. زي ما قلنا اتفقنا ده الستريس وده الريست. بص على الشورت اكسس اول كده هتلاقينا ايه واضح جدا. شوف هنا دايره كامله هنا وهنا في انثرو لاترال بيرفيوجن ديفكت فيري ايه سايزبل فروم ايبكس تو بيس. وهنا واضحه برضو بس يعني شويه شايف هنا الدراع ده طويل ازاي وهنا حصل له ايه امبيتيشن شويه كده. يبقى لما اجي اوصفه هقول ايه
يلا حد ايه طبعا ريفرسبل اسكيميا مش بتقولش ريفرسبل اسكيميا ريفرسبل انت بتوصف الديفكت يعني انت بتوصف الديفكت ما بتوصفش بعد كده دي نوتنج بقى اسكيميا في الرايت كورونري اسكيميا في السيركمفلكس يعني دي بالنسبه لنا سايزبل ده سايزبل بيرفيوجن ديفكت ودي نوتنج برضه سيفير اسكيميا كمل بقى اقول ريفرسبل بيرفيوجن ديفكت ان بيزل والميد سيجمنتس بتاعت الانفيرور وول تمام ملاحظ هنا ملاحظ هنا الانفيرور وول هنا شايف هنا شايف الانفيرور هنا عامل ازاي وهنا الانفيرور عامل شوف واخده شوف سايزبل ازاي احنا دايما بنشيل من الايبكس للبيز شمال تمام كده ده فيري سايزبل اسكيميا واضحه جدا لا يختلف عليها اثنين غالبا السيركمفلكس وعلى حسب الدوميننت يعني انت بتقول بقى يبقى احنا قلنا ايه ريفرسبل بيرفيوجن ديفكت يعني الريست نورمال والستريس فيه ايه بيرفيوجن ديفكت ايه الثاني تايب اوف بيرفيوجن ديفكت الفيكسد يعني ايه فيكسد الريست العين جري هو احنا بعد ما جرينا هو موجود في الريست موجود في الريست denoting area of scar of myocardial infarction scar مش معناها ان العيان الحته دي ميته scar معناها ان انا عندي myocardial infarction عشان لما تقرا كلمه سكار في الـ في التقرير مش معناها ان انا عيانه ده مفيش فيابيليتي او مفيش حاجه يبقى انا هنا شايف واضح جدا ان احنا عندنا انترو ايه انترو سيبتال ديفكت موجود في الريست والستريس تمام كده ده سيبتوم ايه ده سيبتوم وده لاترال اوكي لو انا شايفه انا هجيب دلوقتي الفايبلتي وهقول لك احنا بنعمل ايه لو انا شايفه من الريست بتاعه ده ان هو فايبل هكتب لك ان ده اريا اوف سكار كولر انفورشن ويزود اني اسكيميا بيري انفاركت اسكيميا فيكس ديفكت ويز جود ريزيدوال فايبلتي ويز بور ريزيدوال فايبلتي انا وهقول لك دلوقتي بتحسب تمام كده شغالين كده سهله طيب الحاجة الأخيرة أو آخر type of defect اللي هو إيه؟ partial reversible يعني إيه partial reversible؟ دي studies type ده الـ color code يعني ده نفس الجهاز بس بس إحنا مغير الـ color code زي ما قلت لك في الجنب هو الـ color code بحيث إن أنت تبقى عارف إحنا بنتكلم في إيه يعني إيه partial reversible اللي إحنا شايفينه ده نبص الأول على الـ rest study إحنا شايفين هنا في إيه؟ ديفكت اهو سايزبل ديفكت في الانفيرور واللاترال اهو الانفيرور اهو والابيكس اهو كل ده بارشر كل ده ايه كل ده بيرفيوجن ديفكت اهو الابيكس اهو كله وفي حته ثانيه هنا بس هنا ايه نورمال اهو تمام واضح الكلام هنا في تو ديفكتس واحد ريفرسبل بس عشان انا بس الكرسر جه عليه فانت لقطته يعني فيبقى احنا الاول يبقى انا هبص على الريست ستادي في الكرسر يبقى انا عندي شايف هنا area of a perfusion defect موجودة في الانفيرور واللاترال وvery sizable وتمام تمام وشايفة كمان left ventricle هنا ايه relatively dilated تمام طب العين جري ايه اللي حصل الاصفر ده بقى ايه بقى اخضر يعني بدل ما بقينا هنا رحنا نزلين فين هنا يبقى ده partially reversible perfusion defect لانه الكالر او الانتيك الابتيك بتاع التكنيشن قل مع الاسترس يبقى هنا في اريا اوف مايكاردر انفاركشن وحواليها ايه سكيمز تمام كده لما لبختك في دي ما ينسكش الحته الصغيره اللي حاصله دي شايف هنا هنا ده هنا ايه هيموجينوس ابتيك ايه اللي حصل وبعدين دي طولها والابتيك بتاعها زي دي يبقى انا عندي كمان ايه ريسبتور عندي كمان ريفرسبل بيرفيوجن ديفكت موجود في الايه في الانتيرور وانترسبتور والسبتور وده برضو دينوتينج مودريت وسايزبل اسكيميا سيجنيفيكانت اسكيميا يبقى انا عندي بيري انفاركشن اسكيميا في وان تريتوري
وسيجنيفيكانت اسكيميا فين؟ في اذر تريتر هو ال اي دي. يبقى انا عندي الليفت سيركمفلكس فيه مشكله وعندي ال اي دي فيه كمان مشكله، بس ده اوفر مايكارديال انفاركشن وده من غير انفاركشن. وطبعا واضح ان الكافيتي بتاع ال في ايه دايلي، يبقى هو ده اللي هتلاقيه في الترتيبه دي. ان انا عندي بارشال ريفرس فيوجن ديفكت نوتنج ان ذا اريا اوف انفيرير اند انفيلاترال سيجمنتس دينوتنج اسكار اوف مايكارديال انفاركشن ويز بيري انفاركت اسكيميا. Another area of ischemia with reversible fusion defect في anterior septal and septal basal and hole يعني from apex to base denoting moderate to severe ischemia in LAD territory associated with left ventricular stress induced dilatation. طيب ال viability هنا excellent، هقول لك ازاي هنحسبها بعد كده. يبقى ده اللي هتلاقيه بالظبط في التاريخ. يبقى انا بقول لك خش اعمل ايه، خش اسطر، خش اسطر، ما خدش تاستر وديك جراح، ما تسيبش العيان ده خلاص. اللي بعده بقى اه الكلر خلاص، ما هفهمكم بس ازاي، بس عشان ما دماغكم ما تخشش في بعضها. طب هنا ايه الموقف العين التاني ده؟ نوصف بالراحه، بص الاول على الريست ونشوف الاستريس ولو في اسكيميا في انهي تريتوري بالراحه. لا الاول نبص الاستريس، الريست فيه ديفكت كذا ديفكت في كذا تريتوري، يعني ما ينفعش ترص الرصه فوق بعضها، يعني ما اقولش انفيرور وانفلاترال انتيرور، لا انت بترصهم على اساس ان انت ادي حته في السيركمفلكس، ادي واحد ال اي دي، عشان بعد كده انت هتفندهم ان ممكن يبقى تريتوري في اسكيميا تريتوري ثاني ما فيهوش اسكيميا، فهتقول بتاع الوقت وانا ده ما تجيش ناحيته، خش على ال اي دي افتحها. تمام، فانت ظبط دماغك. يبقى انت عندك بيرفيوجن ديفكت في الريست فين؟ ماشي، الانتيريو انتروسيبتال والسيبتم كله. طب بالراحه بقى انت الاول نبدا بالانفير، ايه رايك في الانفير؟ فين الكرس انفيرور وانفلاترال اهو، تمام اهو اهو تمام. انا بتكلم على الريست اوكي اهو، دي انفيرور، لا ده لاترال، ده لاترال انفيرور اهو كله اهو، تمام كده. الانفيرور عندي كده كله اهو فروم ايبكس تو بيس في برفيوجن ديفكت، تمام، وفي في اللاترال اهو، وبعدين في تاني اهو حته هنا ايه انتروسيبت اللي هي موجوده فروم ايبكس تو بيس، تمام كده. والاهو والانتيرور هنا كمان اهو شايفه في برفيوجن ديفكت اهو. يبقى انا عندي تريتوري بتكلم عليه، يعني يبقى انا عندي تو تريتوري بتكلم عليها، بتكلم على ال اي دي تريتوري وبتكلم غالبا على السيركمفلكس. طيب ايه اللي حصل في الاستريس؟ اللي حصل في الاستريس ان حصل فيه حاجه زادت وحاجه قل، هنا زي دي زي دي زادت، تمام كده، دي زي دي تمام. وايه رايك هنا؟ زادت. يبقى انا عندي partial reverse perfusion defect involving inferior and inferior segment and another perfusion defect partial reversible perfusion involving the anteroceptor with severe ischemia in the LAD territory and moderate ischemia في في السيركمفلكس تريتوري. زاد السايز بقى السايز بتاع ال LAD قوي جدا، من ايبكس لوبيز عندك البرفيوجن ديفكت قوي والكالر كود كله اتغير في ايبكس لوبيز، تمام كده. والفيابيتي في ال LAD territory excellent واكسبتد في فين؟ في الانفير. نقول لك ازاي ليه؟ في حته حمراء كده ريفرسبل سكيم، فين دي؟ دي مش ده بريفيوجن ديفكت؟ ايوه مش زاد؟ دي انتروسبت، مش ده اللي يعني الحته الحمراء دي مع حواليها اخضر اعتبرها بريفيوجن ديفكت. ايه اللي هيخليها كده؟ ايه اللي هيخلي فيه نبلين كده؟ هي تبقى حمراء كلها حمراء، اي حاجه ديفكت مش طبيعي. ما انا وريتك الصور الاولانيه دايره كامله، لكن انتروسبت في ريفرسبل بريفيوجن بارشال ريفرسبل، مش ما هو نفس السؤال. لا هو ده ايه؟ دي اسكيميا اخضر، مش ده اخضر؟ اخضر. ده معناه ايه؟ اسكيميا في سكار هنا، سكار وحصل بعديه لما جري العين حصل ايه؟ بقى اوحش، بقى اوحش. هي سمول سكار، سمول مايكارد انفاركشن، بس اسكيميا قويه، عشان كده قلت لك ده سيفير اسكيميا. طب انا قصدي معلش حضرتك الحته الانترو لاترال اللي جنبيها مالها؟ اللي هي الحمراء، انا ما جبتش سيرتها. اه
ما هي دي تحت وهذا ابتيك كويس الاحمر، وفوق ابتيك محمر زياده. تمام. في الاسترس يبقى ده مش ماشي. لا انا لا انا بتكلم على تتريتري. وطبعا احنا قلت لك زي ما بنقيم بنقيم الايه الفي دايليتيشن ديورنج ايه ستريس. طيب حد بقى يعلق على الـ الستدي ده اللي فوق ستريس واللي تحت ريست. وده حضرتك ام بي اي ستريس ريست بروتوكول ريست ستدي شوينج. عندنا حضرتك البرفيوجن ديفكت نوعه partially reversible perfusion defect. لا غالبا ده reversible. يعني الست دي بقى ما عايزين نعرف اذا ست ولا يعني احنا ممكن نعتبر الحته اللي انت شايفها دي دي الحته دي كده ممكن نعتبرها some sort of breast attenuation او هي ست نعديها يعني. لكن ده reversible perfusion defect in view of anterior segment from apex to base denoting significant ischemia and hypertrophy associated with left ventricular stress induced cavity dilatation. لا يعني شكلها الشكل يعني انت لما بتلاقي حاجه كده انت عارف ان انت مع الوقت ان دي الانتيرور من الانتيرور بين هنا الانتيرور وانتروسبتال يعني. بعد كده الفايبلت ايه هي البروتوكولز اللي بتقيم بيها الفايبلت how to evaluate viability by nuclear studies. الستاندر او البيز بتاعنا او الريفيرال بتاعنا بيبقى بالثاني هو ريست ريديستريبيوشن. اولا احنا بنقيم ايه بالفايبلتي يعني احنا ايه الهدف تقييم الفايبلتي عشان نكون نعمل انترفنشنال لو في فايبل هنعمل تمام. احنا بندينوتنج او احنا بنحاول ان احنا نشوف ايه نشوف الهايبر ميتنج مايكارد. يعني ايه هايبر ميتنج مايكارد؟ ايه دكتور اللي قاعد بتكتب انت ورا قول يعني ايه هايبر ميتنج مايكارد؟ نعم هايبر ميتنج hibernating اللي هو myocardium exposed chronic severe ischemia هيبقى non functioning. تمام يعني اللي بيحصل non functioning يعني اللي بيحصل بيحصل اذا كان الديلينج للميوكارديوم كونتراكتايل ريزيرف بيقل الكونتراكتايل سيستم. يعني ايه اللي بيحصل يعني زي ما انت قلت عندنا كرونيك سيفير اسكيميا يعني حته من الميوكارديوم كده عندها اندر عندك 80-90% ال اي دي فالحته الديستال بتاعتك مش كايلها دم خالص عندها سيفير اسكيميا فيقوم السيلولر الميوكارديوم اب يعني داون ان ذا سيلولر ليفل بيعمل داون جريد للميتابوليزم بتاعه كل الداون جريد الميتابوليزم عشان شويه الاكسجين اللي جايه له ابتدى انها محافظ على ايه بقى؟ محافظ على الميتوكوندريا فانكشن ومحافظ على السيل ميمبرين لكنها مش هتتحرك. فعشان كده مسمينه هايبرنيتنج زي اللي هو البيض الشتوي بتاع يعني انا هقعد اني قاعد ساكت بس كده مش هعمل حاجه خالص اكتر من ان انا هاكل واشرب وبس عشان السيل ميمبرين بتاعي ما يربشرش والميتوكوندريا لها تدنها ايه؟ الايف بس. فلما هتيجي انت بقى تيجي تقول تديله انت تعمل ايكو هو ما يتحركش. تقول والله ايه كاينيتك اري وبالتبعيه الايجكشن فراكشن هتضرب بس انت مش عارف هل ده هايبرنيتنج مايكارديوم ولا سكاف. هاجي احقنه تكنيشيان او ثاليوم هلاقيها سكاف ما هو ما بيفهمش حاجه هو ما بياخدش حاجه خالص. تيجي بقى ايه الفكره بتاعت الثاليوم ريديستريبيوشن اللي انا اسيب الثاليوم يعيش معاه هو لسه عايش بس الفانكشن بتاعته از ا سيل داون جريد فالسالم ريديستريبيوشن انا احقنه وبعدين بعديها بكام 5 6 ساعات اصوره صوره ثانيه يقوم السالم اللي قدامه ايه يخش كده في السيل دي سنه 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 اقوم لما اجي اصوره ثاني الاقي في فرق بين الريست والريديستريبيوشن. ده الجولد ستاندرد بتاع الايه بتاع النيوكليير هو الثلج. طيب هل التكنيشن له رول؟ له رول في كذا بروتوكول اتعملت كان منها النايتريتس
واللي احنا بنستخدمه هنا عندنا اللي هو ترانس دي اللي هو الفاستر. يعني ايه؟ يعني الصورة دي هتلاقي العيان ده ريست ستادي، هو نفس الستادي بس احنا عاملينها كده علشان السيجمنتيشن عشان نعرف يعني احنا بنعمل وان ستادي. بنعمل ايه؟ بنقول العيان امشي على فاستريل لمدة قرص ثلاث مرات لمدة اسبوع او مدة ثلاث اربع ايام. شوكولاتة يا دكتور يا فندم؟ شوكولاتة؟ لا ده في ده عشان الجت، حاجة تانية. ده الجت عشان الجت والبليفر ابتيك. ملوش علاقة بتاع اللي احنا بروتوكول، انا بتكلم على بروتوكول. نهدى بس يا دكتورة كده عشان انا بس ايه الدور بتاع الفاستريل؟ انا قلت لك اللي بيحصل داون جريدنج ده بيبقى خلي ايه الالايف بس ميتوكوندريا سيمبر، يعني سيمبر برين مش ما ربشرشي فممكن ناخد ابتيك. طيب التكنيشيم ازاي السيل بتاخده؟ يعني الثاليوم ابتيك بتاعه بيبقى ثرو ذا سيل ميمبرين زيه زي الصوديوم والبوتاسيوم نفس الشانل بنفس الطريقه، لكن التكنيشيم بيبقى اكتف ابتيك ثرو ذا ميتوكوندريا. فمن ضمن الثيري بتاعت الاكشن بتاع الفاستريل ان هو بيحسن الميتوكوندريا فانكشن، فانا بروح مديه العيان ده فاستريل احسن الميتوكوندريا فانكشن وابدا اقول له ايه اديله تكنيشيم بصور خلاص. هو مش هصور صورتين انا مش تفرق معايا حاجه، يعني في الثاليوم انا مهمه معايا الصورتين لان انا بعمل كده كده بصوره وبقعده، لكن هنا مش هيفرق معايا الصورتين، انا عايزه صوره واحده اقول فيها بقابلت ولا مش قابلت. فانا بدي العيان تكنيشيم وبصوره ايه فاللي فوق هو اللي تحت ما اتقارنش، يعني لما اقول لك فيابيليتي يبقى اللي فوق هي اللي تحت، كوست ريدكشن واكسبوجر انا يعني للعيان علشان ما اجيبوش مرتين وانا اقعد اصور مرتين، هي صوره هي فما بجيبش مرتين، فاللي فوق هي اللي تحت. طب انا بحكم ازاي؟ يبقى قلنا البروتوكولز في نايتريت تكنيشيم في الفاسترال اللي هو تايمستين تكنيشيم والثاليوم ريتستنجوش بستخدمه تكنيشيم فاسترال او اللي هو تايمستين. لا 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 صوره الثاليوم اساسا مش كده خالص، صوره الثاليوم منقطه والابتيك بتاعها مش حلو وما عندناش يعني احنا بقى بقول لك 15 سنه ما بنستخدمش ثاليوم خلاص. التكنيشن مش مطلوب منك تقول لك انت عندك صوره متعلقه عليه استخدم ثاليوم استخدم تكنيشن اجيب لك حاجه من القمر مش بتاعك. لا اصل الثاليوم بقارن، الثاليوم هيبقى بقارن ريديستريبيوشن بالريسك. لكن احنا هنا بالنسبه لنا هو ده التكنيشن والصوره، انا هقول لك دي ريست ستادي فور فيابيليتي كومنت خلاص كده. طيب انا بحكم ازاي بقى؟ انا برمي صوره احكم ازاي؟ انا بقسم العيان تريتوري اللي احنا قلناها في الاول اللي دي تريتوري سيركمفلكس رايت، وبص على التريتوري از هول. لو انا عندي مور ذان 50% ابتيك في 50% اوف ذا تريتوري يبقى ده، يعني لو العيان واخد 50% يعني في الصوره اللي هي من هنا كده ده 50% اهو صباعي اهو موجود اللي هو هنا كده في الحته دي كده في 50% من التريتوري يبقى اقول على التريتوري ده فايت. ليه الحمر؟ لا من الابيض الخضراء كده الخضار والحته اللي في النص دي كده، وانت مش هيبقى هنا بقى في الحته دي طبعا ده نورمال ابتيك والتحت ده زيرو ابتيك. ال 50 يبقى 50% ابتيك في 50% من ايه التريتري. طيب نبص مع بعض على ال دي تريتري ايه رايكم فيه؟ انا قلنا اللي فوق هو اللي تحت خلاص، ايه رايكم فيه؟ ادي هم اللي في ايبكس يبقى واخد اكتر من 50% واخد اكتر من 50% ابتيك. الديفكت اللي عندي سايزابل فين؟ الايبكس، ايبكس اهو سايزابل برفيوجن ديفكت محترم في الايبكس مفيهوش زيرو ابتيك، شكله كده عامل زي ما يكون فيه انيوريزم، يعني بدل ما هو معمول كده تحس ان الهارت ايه عامل كده يعني. اوكي هنا نيجي هنا برضو بص هنا البرفيوجن ديفكت اين انت شايفين اهو في لوم انتيرال وول اهو كل ده perfusion defects و apex ايه طاير. في perfusion defect تاني معلق عليه تحت اهو الانفيرو وول، يبقى انا عندي اتنين perfusion defect في الانتيرو والانفيرو وول والاتنين فيهم الانفيرو فيه good viability والانتيرير برضو accepted and good viability. يبقى عيان زي ده ادخله يعمل ولا ما يعملش؟ هتعمل ايه كل العيان ده؟ هتلاقي الاجكشن فراكشن امبيرد وهتلاقي الحته دي ما بتتحركش، لكن لما تيجي تعمل دي هتلاقيها ايه فايت. يبقى لو في كابج هعمل في انترفنشن هعمل وهعمل في التوتال انتر تمام كده. نرجع للصوره اللي انا كنت قلت لكم فيها اللي هي البارشال ريفرسبل برفيوجن ديفكت اها.
عشان قلت لكم لما لو انا هحكم على ده هقول عليه ده اكسلنت فيابيليتي. الريست بتاعه فيه برفيوجن ديفكت وفيه برفيوجن ديفكت سايزبل في الانفيرور والانفلاتر، بس لما اجي احسب احكم هنا على الفيابيليتي مش هحكم على الفيابيليتي في الستريس في الريست، فانا ده هقوله لا ده فيه جود ريزيدوال فيابيليتي رغم ان هو بارشال ريفرس برفيوجن ديفكت لكن فيه جود ريزيدوال فيابيليتي. ده بقى يعني مش يعني ايه مش قوي يعني. بص الانفيرور هنا ده لو انا بتكلم على الابتيك هنا الابتيك ده تحت ده مش حلو، بس في اللاترال وول حلو معقول. يبقى لما هاخد لو قلنا ده سيركمفلكس يبقى هتكلم على التريتر كله الانفيرور والانفلاترال، وممكن يبقى ده تو تريتر باي ذا واي، ممكن يبقى اثنين رايت كورونري وسيركمفلكس. يعني انا لو عندي مثلا ده قال لي ده انا عندي هنا رايت كورونري وسيركمفلكس فاقول له لا سيبك من رايت كورونري ويخش على الايه السيرك. لا هنا لا هنا مفيش 50%. بص انت بتتكلم فين، بص دوبك الحته دي فيها ابتيك وكل الانفير وول هنا مفيش ابتيك. وبعدين بص هنا شايف ده ده ليفر عامل اوفرلابنج على الانفير وول، ده اللي انت بتاكل شوكولاته وكل مش عارفه عشان اخلي الليفر انت لازم بتاعه يزيد يقوم يعمل واش اوت ده ما يعمليش الاوفرلاب ده. الاخضر ده جاي من تحت، شوف جاي منين، من تحت هنا. انهي اللي هي فيها الفي ستريس اندوستري وانا مالي اعملها فريد بالعيان ما عندوش سكين ما عندوش انفكشن اساسا. انا بعمل فيابيليتي للعيان اللي عنده سكار وانا عايزه اقول السكار دي مايكاردال انفكشن ولا هايبرنيتنج مايكارد. فانا الريست ستادي الريست ستادي نورمال ما فيهوش حاجه. لا انت المشكله انت بيبقى عندك سكار. يعني ايه سكار؟ يعني مفيش ابتيك بالايكو ايه كاينيزم. فانت عايز تعرف دي مايكارد انفكشن السيل تحت مفيش ولا هايبرنيتنج مايكارديوم والسيل ستيل الايف بس، لكن عيان ريست نورمال هعمله ايه؟ ما هو نور. تمام كده؟ في حد عنده مشكله؟ نمتي؟ صباح الخير. الساعه كام؟ انا ما كملتش الساعه، انا كل اللي انا عملته ساعه الا خمس دقائق. تمام؟ في حد عنده اي اسئله؟ محاضره ممله؟ انا زهقت. ده سيفيريتي بقى كده. بس انا عايزاكم انتوا مش هتكتبي ريبورت، يعني انت بالنسبه لي انا عايزاكي تقري ريبورت وتكتبي لي لو في الامتحان مش مشكله الامتحان دلوقتي تكتبي حاجه يعني محترمه وفي نفس الوقت تعرف تقرا. ما هو لما يجي لك انت صوره فرنجل مثلا الريبورت طلع ضاع من العيان وجاب لك صوره تقول له معلش انا مش اقراهاش هتقرا. تمام يلا صورة رائعة. ده شغل الدماغ ده شوية. ده color code لطيف صح؟ لأن في contrast يعني ألوان أخضر فأحمر فأزرق وصورة كده منورة كده وحاجة فخيمة يعني. يلا مين هتبرع؟ لا reversible perfusion defect involving whole anterior والابكس denoting significant ischemia in LAD territory. اخر حاجة انت نقرر اخر حاجة نقرر عليها ايه؟ الكافيتي. هي مايلد هو مايلد بس لازم تعلق عليه. سهلة كده؟ ايه رأيك؟ هو طبعا الدنيا ما بتبقاش سهله كده. يعني الدنيا ما بتبقاش لطيفه كده يعني بس انا جايبه لكم الحالات اللي هي كلير يعني. الدكتور اللي قلت لي اسمه محمد؟ محمد. يلا دكتور محمد. ده صوره رائعه. دافنشي يعني. ماكارد برفيوجن ايمجينج شوينج ريفرسبل افكت ماكارد ريفرسبل برفيوجن افكت. بالراحه. انت عندك كذا تريتري انت عندك كذا تريتري فانت بالراحه كده خد تريتري تريتري والابكس denoting ريفرسبل significant ischemia in another
هول انفيرور هول denoting denoting significant ischemia ممكن يبقى right coronary او left circumflex واكيد طبعا من غير شك اكيد هنلاقي ال fidelity ما احنا اوريدي جايبين سيفير اسكيميا في توتو ريترو يعني انت جايب سيفير اسكيميا في تريت توتو ريترو سهله كده يبقى انت لما نيجي نبص انت خلي يعني تدرب عينيك تاخد تريتر تريتري يعني انا ببص على الانتيرير اخلص الانتيرير ابص على الانفيرير اخلص الانفيرير بص على اللاترال سيركمفلكس اخلص السيركمفلكس بحيث ان انت ما تضيعش حاجه بالذات لما يبقى في بارشال ريفرسال اللي هو العيان عنده مرض الانفكشن تبقى الحكايه ايه يعني هايصه يعني شيء انفكشن هنا واسكيميا الناحيه دي وفايبلتي هنا فلازم تبقى دماغك ايه مرتب يلا ده كلر كود تاني ابيض واسود على اللبني في ممكن اما بقولك انت سيبك بقى من الابيض واسود عشان هو مش مريح شويه خلينا في الابر اللي هو البول الاولانيه في الرودا هنحكم على الرودا يلا بالراحه بصوا لنا عليه كده ايه رايكم بصوا عشان اريحكم الرودا فوق وتحت ستريس والرودا فوق وتحت ريست يعني ده الريست بتاع ده انا كاتبه جنبه شايف وده الريست بتاع دي تمام يلا طب بصوا على بص عشان اريحكم طيب بصوا على الصف ده كله مع الصف ده كله يلا شايفين ايه في باش ريفرسيبيليتي باش شايف باش حته صغنططه انت بتتكلم على دي صح ولا بتتكلم على دي دي اوكي دي انترولاترال دي لاترال انفيرور يبقى انا بتكلم هنا على اللاترال والانفيرورال سيجمنت من هنا لحد هنا صح كده صح كده ريفرس بالفيوجن ديفكت اللاترال انفيرور بس ما حدا نظر حتى بقى تبقى دي نوتنج لا هي بص هي فين هي انفيرور وانفيرورال واحد طلع كمان ايه انفروسيبتر بيزل انفروسيبتر يعني دي نورمال اهي وده ايه في برفيوجن ديفكت بس دي غالبا وان تريتري بتتكلم على لاترال انفرولاترال انفروسيبتر فده غالبا سايزبل او دي يعني دوميننت ليفت سيركمفلكس في بقى واحده تانية صغيره هنا اهي شايفينها شايفين دي شايفين الحته اللي هنا دي موجوده هنا another small reversible perfusion defect involving the antroceptal segment basal mid and apical denoting a mild ischemia فين هو standard internationally يعني احنا هنا ليه مش بعرف الصوره دي حاطينها احنا واحنا بنعمل analysis حاطينها كده هل بتساعدنا في حاجه انت حر اعملي اللي انت عايزاه قرار خد اللي رايح يا حبيبتي الاثنين دول بتوع الاثنين اللي تحت انا عارفه انا بتكلم اول صف بس هو كومباريزن للريس ما هو ده الريس بتاعه تمام حاسه ان هو كومبليت ريفرسبل ما هو ريفرس انا ما قلتش تاني صف حاسه لا ما هو ده النورمال بصي يا حبيبتي ده كده ابتيك برضو كنت شايفه شايفه ده ده احمر اهو احنا شغالين ده هنا اهو بس ده اخضر يعني كله ريفرس كله ريفرس لازم يكون الهوموجينس ابتيك في الريست الانفيريور في مشكله في الدافرين فغالبا بتلاقي دايما الريست بتاعه شويه مش الاحمرات اللي انت بتقول ما بقول لك اللي بعينيك متعود عليه ماشي يلا طبعا ده انت بتحبوا الكلر كود ده عشان ايه واضح يلا ام بي اي ستريس ريست ام جست شوينج defect partially reversible defect in the infralateral sorry infralateral infralateral and basal lateral wall في partially reversible defect denoting peri scar of myocardial infarction with peri infarction ischemia in territory of RC left circumflex left circumflex تمام
احنا قلنا سكار. هو قلت لك سكار it doesn't mean ان انت عندك dead myocardium. سكار معناها ان انت عندك علامة infarction. في reversible perfusion defect في الانتروسبتم denoting ischemia and the LAD territory. وما عاوز stress induced LV dilatation and good viability in good the good viability and the in the sterility. كل ده من الستادي. يبقى انا بقول لك ان انت عندك significant ischemia, عندك good viability, خش العيان اعمله ايه interfusion. يلا قول ام بي اي ستريس ستريس ايمجز. طلقت خلاص, طلقت, محدش عارف يمثل بيها خلاص يا جماعه. دخل الدكتور بقى دكتور يعني ده سهله اهي, صغنطه حاجه, صغنطوطه حلوه اهي. ام بي اي ستادي ريست ستريس بروتوكول شوينج اسكيميا ريفرس 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 بالبرفيوجن ديفكت فيوجن ديفكت ان ذا small anterior, small reversible perfusion defect in the anterior and the antroceptal. يعني ممكن نقول from hole 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 يعني من apex to base. Denoting reversible ischemia. Denoting ischemia in LAD territory with left ventricular cavity dilatation. قد تعني أو does يعني means that we have multiple cell perfusion. لا بص انت شايف هنا سواد, شايفه شايفه هنا؟ لا بس خلاص انا على لا هو على اللي هي الايه النص اللي هو هنا. مش سامع, مش فاهم انت عايز ايه. في عندنا في الوسط الفحص في الوسط الريست والستريس في الوسط. اوكي ما ماشي كله نورمال مش باين في الوسط لانها شويه سمول. ما قلت لك مو سمول, هتلاقيها بص باينه يعني. اصل انت عارف ده السبتم وده اللاتر ده السبتم وده اللاتر وول. فانت لما هتيجي تفرد الانتيرير وول اهو اهو على حسب الكات. مش ده سيبتم برضه يا دكتور؟ لا ده انتيرير وول اهو. المفروض ده انتيرير وول لفوق, ده انتيرير كل وتحت انفير. يعني انتيرير انتيرير ايبكس انفير. بص الانتيرير هنا مفروده اهو, شايفها هي موجوده اهي باينه هنا. السيبتم كده فري. السيبتم قلت لك هي في حته صغيره فوق انتيرير انتروسيبتم. ناخدها حتة حتة. بص الأول على الريست, الريست نورمال, ريست نورمال. يبقى لو في perfusion defect هيبقى اسمه ايه؟ ريفرس. نخش بقى لو في reversible perfusion defect تبدأ نوصفه. هي زي الفيست تقريبا برضه بالظبط عندك. بس هنا بقى الايه الابيكس انفولفت, يعني دي سايزابل شوية عن التانية. يعني دي حجمها أكبر من التانية والابيكس انفولفت والكافيتي مور دايليت في الريست والستريس. يبقى انت عندك حد يوصف بقى مين ما اتكلمش خالص. تمام. يبقى انا بتكلم على الانتيرير فروم ايبكس تو ميد كافيتي مع الايبكس بين هنا ايبكس ايه في significant ischemia محترم. ده significant ischemia في الاي دي تريتري. ودي ما جيش بقى اقول لك ايه with good viability. viability ايه ده normal uptake في الريست. انا مش بتكلم على سكار. اوكي يلا في الابيكال الحته الصغننه هنا كده ابيكال فين يا دكتور؟ اهي حته صغنطوطه اهي شايف اهي حته صغنطوطه هنا حته صغيره خالص لو انت مش مركز هت ايه شايفها هنا اهي حته صغيره كده مايلد اسكيميا موجوده وهتلاقي الكافيتي ايه زي الفل لو ما فيهوش حاجه حته صغيره يلا الاول الريست نورمال الريست نورمال الريست نورمال يبقى لما هتكلم على اي بيرفيوجن ديفكت هيبقى ايه ريفرس بالراحه كده بقى ونشوف على هو 1 تريتوري 2 تريتوري النظام يلا ماشي
بصي هو نفس اللي انا قلته ما ينفعش نحطهم كده مع بعض لا. اه لازم نتكلم على التريتر والتريتر بقى نقولهم بالراحه. يبقى انا عندي هنا ريفرسبل بيرفيوجن ديفكت انفولفينج الهول انفيرور وول واللاترال وول دينوتنج سيجنيفيكانت اسكيميا فين غالبا في السيركمفيرس وكود بيرا تبراني على حسب الدومينيشن يعني. اوكي انذر بيرفيوجن ديفكت في الايه انتيرور وول شايف هنا كله فروم ايبكس تو بيس عندنا ايه بيرفيوجن ديفكت الهول انتيرور وول اند ذا ايبكس برضو significant ischemia فين في الـ LAD territory. يبقى انا عندي اتنين severe ischemia موجودين في الـ MHD في two territory السيرك تقريبا نص للـ circumflex مع الـ LAD والاتنين significant ischemia يلا زيك قولوا يلا برضو الريست لا الريست مش موجود طيب الريست ده نورمال ولا مش نورمال كود بي عشان بقى هو ده المنظر اللي بيحير في الدفراجماتيك طب انا اعمل ايه بقى ساعتها شوف الاس جي شوف الهيستوري بتاع العيان يعني انا بالنسبه لي ده هو ده المنظر اللي بتاع الدفراجماتيك اتنيشن وبرده هو ده المنظر اللي بيكون عندنا فيه مايكارد انفاركشن في الانفير وول ودي حاجه مش عيب منك او مني ده حاجه انترناشونال ده من ضمن عيوب التكنيشن اللي انت عندك دفراجماتيك اتنيشن هتبقى هتعرف ازاي ده بالنسبه لي طب هو كود بي طب ده انفيريور ولا ما عنديش طب هو انفيريور طب اخبار اللاترال ايه يعني ناخد العيان از ايه از هو فانا هقول لك كده ان ده دافراجماتيك اتنيشن اتعامل معاه لانه دافراجماتيك اتنيشن هقول لك ده دافراجماتيك اتنيشن يعني العيان اه يعني ده الريست ستادي ده نور ممكن احنا نقول لو جالنا كده في الامتحان نقول دافراجماتيك اه كود بي دايفراجماتيك اه عادي يعني مش عيب يعني وانت مش بتقول كلام مش علمي يعني اتفضل بس في الريست في الاستريس بقى باين ان في لا في سيجنيفيكانت سكيم موجوده الهول الانفيرو والايبكس طاير تتكلم على موستلي رايت كورونري دوميننت ولافف لحد الايه لحد الايبكس فيري سيجنيفيكانت سكيميا موجوده في الهول اند انفيرو وول والايه والايبكس طاير السيكنس الريجن نفسها ده يفرق في الاسسمنت السيكنسيك اريا دي كلها في الايبكس ثين قوي ايوه ما هو الايبكس طاير اساسا معلش يعني كلمه طاير دي معناها يعني مفيش ابتيس اسكيميا يعني سيفير اسكيميا يعني ده اللي فيها ده زي ده لا انا بتكلم كله في الاسكيميا في كل الانفير ما بقول لك كل ستريس كل الانفير هو اسكيميا تمام الجزء ده هل في ديفرنس في المينينج عنده ما هو كله اسكيميا بس ده يعني في ثيكنس هنا كده وهنا ثين قوي انت بتتكلم عن انهي الاريا على الانفيرور والايبك ما قلت لك ده سيجنيفيكانت اسكيميا دي سيجنيفيكانت سين الهول انفيرور ابتيك الانتيرور ولا الانفيرور انتيرور ولا الانفيرور كله في الاخضر كله في الاخضر بس في الانفيرور ثيك اكتر من الايبكس مثلا لا هو مش ثيك هو مفيش ابتيك في الايبكس يعني ده ديستال مور ريدكشن في الاخضر هو انت بتتكلم عن الايبكس ده ديستال تمام ديستال فانت لو عندك بروكسيمال يعني اسكيميا او بروكسيمال ستينوزس الحته الديستال دي هي اكتر حته بتعاني يعني فالحته اللي هي الايبكس يعني مفيش ابتيك قبل ما وصل مفيش ابتيك فده سيفير اسكيميا اوكي انا زهقت صح كلها اسكيميا كده عايزين حد نورمال كده يلا دي شويه بقى نركز فيها بالراحه كده عشان العيان فيه كلام كتير فاحنا علشان ما الدنيا ما تلخبطش فينا قلت لك ناخدها ايه تريتوري تريتوري يلا هنشيل الكبيره للكبار يلا دكتور هو دي ريست ستادي يعني ريست ستريس انا كاتبه لك فوق ريست ستريس ايه راجعنا احنا وريتها ريست ستادي ماشي هو ده
دلوقتي كده عندنا احنا في الـ في الـ في الريست ستادي في ديفيوجن ديفكت. حلو. فين؟ واخر الانتيرو جوه. هو الانتير من الايبكس لحد البيس. ماشي. والايبكس كمان. واخد الفيبر فيوجن ديفكت في الفيبر. طيب من بالراحه كده. لا بص انا فتحت حته انا قلت لك خدها تري. انت قلت في فيوجن ديفكت في الانتيرير والايبكس. خلاص. والهول انتيرير اللي هو مين الابيكال انتيرير والحته في البيس بس اللي باينه هنا اهي اللي هي اهي دي اللي لسه ابديت بس الهول انتيرير كله هو مفهوش بيرفيوجن ديفكت في مفهوش ابديت صح كده. السيبتم حلو. السيبتم كويسه ماشي مفهوش عامل. نيجي بقى نبص على الستريس ستادي. الستريس ستادي هل هنا اتحسن على هنا؟ نوت تشينج. يبقى انا بتكلم على ايه؟ فيكسد بيرفيوجن ديفكت لنوت انفولفينج الانتيريور والابكس. تمام. في حاجه ثانيه؟ لا جود فايبر. بص هنا اهو. بص هنا بص هنا بص هنا ده جود فايبريتي. نص التريتري لونه ازرق ماشي بس بقيت هو ال دي بياخد ايه؟ مش بياخد الانتير والسيبتم. فالتريتري بتتكلم على الانتير والسيبتم والايبكس. يعني لازم تتكلم على التريتري كله مش الانتير بس. يعني عندك العيان ده ما تعملوش حاجه تقول له لا انا كده مش انتش فايبل. لا طيب نص التريتري فيه ابتدي على اساس ان السيبتم كويس. السيبتم كويس ونص الانتير وول كويس. فانت بتتكلم على تلتين اهو. يبقى انت مشكلتك في الايبكس والابيكال انتير. هو دايما الاختلاف انه السيرجن طالما الايبكس فيها سكار ما بيحبش العيان. انت هتخش تحط ستنت والعيال اللي جاي يعمل لك ستريس ده بيشتكي من شست بين. دي لوحدها كافيه ان انا اعمل انترفنشن. طيب انت هنا في انذر بريفيوجن ديفكت. ايه رايك في الانفيرور بقى هنا؟ انفيرور اهي. في هنا ريفرسبل بريفيوجن ديفكت موجود اهي في الانفيرور وول اهو هنا. مش دي اوحش الاخضر ده الايبكس كله. ده الايبكس اللي هو فيه بريفيجن ديفكت. ما هو انت بقى الايبكس دي لافف واخد الايبكس كله. فلما انت عملت له انفكشن فالايبكس كله راح وبقى الانفيرور اهي. هي كود بي بارشلي وكود بي ريفرسبل بريفيجن ديفكت بس هي اكتر منها ريفرسبل بريفيجن ديفكت. تمام. يبقى انا عندي اتنين تريتري شغالين هنا. واحد فيه بيري انفكش فيكسد سكار بس فايبل. فلو انا هعمل انترفنشن بعملها عشان احسن ايه ايجكشن فراكشن. لو العيان بيشتكي من اسكيميا غالبا الاسكيميا جايه منين؟ من الفيرور. تمام كده. يبقى العيان ده لو هو هنعمل لو العيان مشكلته ايجكشن فراكشن نخش على ايه؟ على ال دي افتح. عن جايب اسكيميا هفتح فين؟ ال دي فايبل عشان انتيرور كويسه الايبكس بس هي الفايبل. الايبكس والابيكال انتيرور ما فيهاش ابتيك لكن السيبتم كله جود ابتيك والبيزل انتيرور فيها ابتيك. فانت بتتكلم عن 50% من التريتري 50% ابتيك. ما هو نورمال ابتيك. نورمال ابتيك ممكن بقى دايجنال طالع بقى هنا يعني في ممكن انا طول 50% بس. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ هي برضه ريست ستريس هو في اسكيميا في الانفيريور في الريستنج ستادي. لا الانفيريور هو اللي تحت هو اللي فوق. بص هنا اللي هنا دي هي دي دي لا الفيكس هو بس فوق اخضر حضرتك. لا بص خلي بالك الاصفر ده جاي منين؟ ده من جاي من الليفر. لو في اسكيميا بتبص تلاقي الاريا وسعت يعني بدل ما هو عامل كده تلاقيها عملت كده. بص تلاقي كمان الشكل بتاع الدايره نفسها اختلفت. لكن انت هنا واضح جدا اهو الليفر اهو عامل لك اوفر لاب. عامل لك اوفر لابنج على السجن. دي فيكس. بس انت عندك بقى الفيرسبل فيوجن ديفكت واضحه في الانتيرور وسيجنيفيكانت اهو الانتيرور اهو بالظبط. ويعني الامور فيها ريفرسبيلتي قويه وده دي نوتنج ايه
في حاجه صنططه كده كمان بقى لو حد لقطها. لا في حاجه صنططه كده لو حد لقطها صغننه كده حاجه صغيره في الاستادي دي. ايه رايك هنا؟ لاتر دي ريفرسبل بقى يبقى انا كمان. يبقى انت لما ما تخليش عينيك تروح، لازم زي ما قلت لك تاخدها سيجمنت سيجمنت وايه دريتو تريتري. هنا السيركمفلكس في حاجه ممكن يكون مع الانفيرور بقى، يعني الانفيرور اللي هي دي فيكسد وفي شويه سكيميا في الفتره في مايند الالمين. لا سيبك تمام كده. انا فاضل لا انا مالي مالي كرماكولي كده فاضل كم واحدة؟ استنى كده اشوف. لا يعني انا ناسي راحت فين. استنى اشوف احنا فين. يا ده لسه كنا الصعاب. لا ده انا كرمكم بجد يعني. عارفه انت لسه كتير كده. يلا قول. ليه ثلاثة طفوف هنا؟ لا ده ما انا بقول ثلاثة ده يعني بص عشان بس ما تلخبطكوش. هو ده اه ليه تبع ده بس يعني انسوا بقى عشان ما تلخبطوش. بص على ايه؟ بصوا ده وده بس ده سيب اللي في الاخر ده خالص. ده سيبك بالاثنين دول. انا الجواب الثاني. ما كنت جواب الثاني. اوكي يلا نبص على الريست زي ما اتفقنا. بص على الريست في مشكلة؟ لا تمام. يبقى احنا عندنا الريست لو في حاجة هتبقى اسمها ايه؟ ريفرسبل ريفرسبل بيرفيوجن ديفكت. طيب احنا عندنا في ديفكت في فين الانتيرير هو كله من ايبكس لحد الميد كله في بيرفيوجن ديفكت. السبتم كله في ديفكت. بتتكلم على الانتيرير والسبتم والايبكس كمان في مشكله. ايبكس اهو شايفينه فين الكارسر. يعني انا بتكلم على سيفير اسكيميا في ال دي حاجه فيري بروكسيمال وحاجه فيري سيجنيفيكانت. يبقى انتيرور سيبتال وانتيرور بتتكلم على سيجنيفيكانت اسكيميا فين؟ في ال دي هنا الريست ستادي فيها حاجه؟ لا تمام. يبقى عندنا في مين اسمه ايه؟ جابر. يبقى احنا عندنا في حاجه في الانتروسيبتال وفي حاجه فين في الانفيرور وفي حته فين في اللاترال. لاترال بالظبط. هو ده احنا شفنا يعني واضحه ولا فيها مشكله؟ دي سهله خلاص. استرس انتوا خلاص انتوا انطلقتوا خلاص. الفايبيليتي بقى يلا قلت لكم لما نيجي نبص على الفايبيليتي اللي فوق هو اللي ايه هو ده هو واحد ريست ستادي بترايميتازيدين والمطلوب مني اشوف تريتوري تريتوري لكل يعني ال اي دي تريتوري سيركمفلكس تريتوريات كوراتوري تريتوري فيهم ابتيك مور ذان 50% ولا لا وعلق على كل واحد. يعني هنا ال ال اي دي ماله؟ طب حضرتك قلنا مثال وما تكلمش. طيب يبقى احنا عندنا هنا perfusion defect involving inferior infraepical segment denoting scarred myocardial infarction with good residual viability mostly in right coronary and normal uptake in rest segment. يبقى انا قلت لك والله ده عندي انت عندك مشكله في الرايت كوروناري والابتيك بتاعها كويس والفيابيليتي بتاعتها ممتازه وبقيه السيجمنت نورمال. لو دخلت لقيتني mostly right coronary ممكن اقول لك right coronary او left circumflex خش اعمل قسطره. لو لقيت دول فيهم حاجه وسع ولو لقيت في حاجات ثانيه اشتغل كله فايبر. سؤال ممكن يكون بدائي شويه. احنا قلنا هنا فايبر. لو هو نون فايبر هيبقى شكله ايه بقى؟ سواد اسود يعني اكيد انا جبت لك حاجه ولا ما جبتش؟ اهي بس اللون مختلف. ايه رايك؟ كله مختلف. طيب استنى يعني ليه؟ استنى اشوف. لا ما جبتلكش سواد انا.
هي دي بوردر لاين فايبريتي يعني، دي مش هنقولك عليها بقى ايه. بص الانفيريور وول دي كده في بيرفيوجن ديفكت، فيها بيرفيوجن ديفكت وكله متاخد في الاخضرات، فهي بوردر لاين بس هي برضو اكسبتد. لو مفيش الاخضر ده لا اسود سواد بقى تبقى دي ده نورمال حلو قوي، عيان دايليتد اهو بس في شويه بيرفيوجن ديفكت في الانفيريور والدنيا اكسلنت فايبريتي. دايليتد لا ده عيان مايوباثيك اسكيميك، هو مش هيجي يعمل فايبيليتي وهو دايليتد مايوباثيك، يعمل ليه يعمل بيه ايه؟ لا انا ما جبتش واحده سودا بصراحه، ما قدرتش اسود عيشتكم يعني. فانت بتلاقي سواد يعني، انت بتلاقي الدنيا هنا كلها في الازرقات اللي هو هنا كده، تتكلم بقى شغل هنا كده، تبدا توصف السيجمنت بس يبقى انت انفولفينج مون ده 50% من التريتور. يعني ما تجيش مثلا حته سودا هنا وتقولي في الابكس هنا كده وتقولي انها باك يعني لو فايبيليتي، لا انت بتتكلم على هول تريتور. في الفايبيليتي بتكلم على تريتور ما بتكلمش على سيجمنت، يعني ال دي تريتور كله والابتك كله، لانك انت في الاخر هتقول له افتح ال دي اوكي. وانت هوبينج من ليه بنتكلم كده، لان انت عندك امل ان انت بعد ما تفتح الاجكشن فراكشن ايه. طب انا لو اوريدي الفايبيليتي ليس ذان 50% في التريتري حته صغننه كده فايبل، هعمل فيها ايه يعني؟ هتضيف ايه في الاجكشن فراكشن؟ تمام. في اي حاجه غامضه بعد اللي احنا عملناه؟ يعني المساحه يعني امسح كل ما بلاقي عدد السجن على السيجمنت بيزيد كل ما بتترجم بتريتري. تمام. اي اسئله؟ هتعرف تقرا حاجه دلوقتي ولا انت نمتي اساسا؟ انت نمتي، انا شايفاك نمتي وقمتي ونمتي. انت كنت مش عندك شغل امبارح ولا ايه؟ كنت عارفه شيء. انا سودا كارنتي نيوز. لا العفو على ايه، وليه كارنتي نيوز كده؟ عشان بعد كده لما تيجوا في الامتحان بقى ونشوف الاختراعات ما بقاش لكم حاجه يعني. الامتحان بيبقى فيه حاجات ايه عشان نسجل.